شيخنا، بعد هذه الخطبة العظيمة وبعد أن صلى المسلمون هناك في مسجد نمرة في عرفة الظهر والعصر جمعا وقصرا، الحاج في هذه البقاع الطاهرة في صعيد عرفات، ماذا تبقى له من الأعمال حتى ينتهي من أعمال هذا اليوم العظيم؟ النبي صلى الله عليه وسلم في مطلع هذا اليوم العظيم يوم عرفة صبيحة اليوم التاسع ارتحل من منى إلى عرفة، فلما أقبل على نمرة ضربت له خيمة من شعر فمكث فيها صلى الله عليه وسلم، فانتظر الشمس أن تزول، فلما زالت الشمس نزل ببطن الوادي وادي عرنة، وادي عرنة واد بين مزدلفة وعرفة، فقام في ذلك الوادي خطيبا صلى الله عليه وسلم فخطب خطبته المشهودة، خطبة حجة الوداع، فكما أسلفنا وجه وعلم وحذر وأوصى، فختم تلك الخطبة ثم أذن المؤذن ثم صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم بعد ذلك دخل إلى عرفة ووقف عند الصخرات، ثم لما وقف قال وقفتها هنا وعرفة كلها إيش كلها موقف، ثم اجتهد صلى الله عليه وسلم بالدعوات وأخذ يعني يدعو ملحا ومتضرعا إلى الله عز وجل بأصناف الدعاء وأجل ما يدعو به المسلم ربه جل وعلا، ولذلك يعني حتى أنه يعني سقط خطامه يدعو فأخذه بإحدى يديه، حتى أنه صلى الله عليه وسلم كان مفطرا في ذلك اليوم، ولا يشرع للحاج أن يصوم ذلك اليوم. لماذا؟ حتى يكون عونا له على ماذا؟ العبادة والطاعة والدعاء والقرب، خلافا للمقيم أي غير الحاج الذي يشرع له صيام ذلك هذا اليوم يوم عرفة. ذلك جاء في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال احتسب على الله أن يكفر السنة الماضية أو السنة إيش الباقية، خلافا للحاج. الحاج مأمور بفطر هذا اليوم، لماذا؟ حتى يتقوى على الدعاء، حتى يتقوى على الذكر، حتى يتقوى على الخضوع والتذلل والتوبة إلى الله جل وعلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم تصور أخي فيصل منذ أن وقف عند الصخرات قال وقفتها هنا وعرف كلها موقف، ثم أخذ يضرع بالدعاء إلى أن غابت الشمس. ولك أن تعجب أخي فيصل أن صلاة العصر والظهر إنما صليت جمعا وقصرا، جمع تقديم حتى يتفرغ العبد للدعاء. لذلك خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبي ويون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولذلك علم النبي صلى الله عليه وسلم عظم الدعاء في هذا اليوم، فأشغله بالتضرع له جل وعلا والإلحاح إليه جل وعلا بالدعاء. يعني تقريبا 5 ساعات. نعم، وهو استغرق كل هذا الوقت منذ أن صلى صلى الله عليه وسلم وتهيأ للوقوف بعرفة، نبه الحجاج لأني وقفتها هنا إلا أن عرفة كلها إيش موقف، حتى لا يظن أحد من المسلمين أن الوقوف إنما يكون في موضع وقوفه صلى الله عليه وسلم، لا، فعرفة كلها موقف، ثم بعد ذلك انقطع للدعاء حتى غربت الشمس أخي فيصل. وهذا يبين لنا أن عرفة يوم الدعاء أخي فيصل، ويوم الدعاء أو الدعاء في عرفة هو خير الدعاء. وذلك نصيحتي من هذا المنبر أخي فيصل لكل من يسمعني سواء كان حاجا أو مقيما أن ينصرف في دقائق هذا اليوم للدعاء جل وعلا بخير الدنيا والآخرة. فوالله إن الدعاء في هذا اليوم متى ما صادف قلبا خاشعا مقبلا ملحا غير مستبطئ للإجابة موقنا بالإجابة فإن الله سيجيبه لا محالة، لأن هذا اليوم يوم عظيم يباهي الله عز وجل ملائكته بهؤلاء الحجيج ويقول انظروا إلى عباد هؤلاء. ولذلك يعني إذا لم يقبل الدعاء أخي في يوم يعرف متى سيقبل أخي فيصل؟ فهو يوم عظيم والدعاء فيه هو خير الدعاء. ولذلك نصيحتي نفسي ولإخواني من عموم المسلمين هذا المنبر أن يكون هذا اليوم هو يوم دعاء. بعض الناس قد يقول لأن الوقت طويل، لا أقل الحقيقة أن يخصص المسلم ساعة أو ساعتين من آخر هذا اليوم قبل غروب الشمس لدعاء الله جل وعلا، سيما أن المقيم صائم أخي فيصل، فيجتمع له فضل الصيام وفضل الزمان، وذلك حري بإذن الله عز وجل استجاب له.